الهند مثلا لن تتعاون بالكامل مع الوكالة إلا إيران، وباستثناء طبعا الكيان الصهيوني الذي نرى أنه يمتلك قدرات عسكرية ولن يسأل أحد عن برنامجه. إذا مجتمع دولي لا يرى إلا بعين واحدة سيد الموسوي، أريد أن أعود إلى موضوع الضمانات وأسأل برأيك سيد الموسوي، الكرة اليوم هي يعني طبعا كما تعلم باتت في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية وملعب هذه الدول الغربية، وهم يتحدثون اليوم بأن يعني صبرهم قد نفد. برأيك هل سينفد صبر إيران؟ مما يعني هل ستتخذ إجراءات في سبيل تخصيب هذه الكمية على أراضيها؟ نعم، إيران إذا لاحظت أن الدول الغربية تتماطل في إعطائها أو بيعها الكمية المطلوبة من اليورانيوم المخصب بدرجة 19.75% والتي تحتاجها لصناعة أدوية ضد السرطان، نحن في إيران لدينا ما يقارب 800,000 مبتلى بمرض السرطان للأسف الشديد في إيران، وهناك 200 يعني مستشفى ينتظر هذه الأدوية وهذه الإمكانيات الطبية النووية. إذا لم يتجاوب الغرب مع هذه الحالة الإنسانية في إيران، أنا أعتقد أن لإيران الخيارات الكثيرة، منها البدء بتخصيب اليورانيوم بدرجة عالية لتؤمن الوقود المطلوب في مختبرها في طهران. فلذا أنا أعتقد هناك عرضين أساسيين، الأول هو شراء الكمية المطلوبة وهي 31 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بدرجة عالية يعني 20% أو 19.75%، وإما الاستبدال المتزامن على الأراضي الإيرانية، أو يعقد اجتماع ويعطونا نوعية الضمانات اللي يمكن أن يقدموها للجانب الإيراني حتى إيران يمكن أن تعطيهم الكمية المطلوبة من اليورانيوم المخصب بدرجة منخفضة. سيد الموسوي اسمح لي، انضم إلينا من فيينا الكاتب والمحلل السياسي محمد الحريري. سيد الحريري، يعني إيران اقترحت العودة إلى طاولة المباحثات، لديها تحفظات، طالبت وهذا من حقها القانوني يعني بحسب الوكالة والبند الرابع تزويدها باليورانيوم. طبعا الدول الغربية حتى الآن رفضت، هناك نقاط أساسية عالقة. ما هي المسارات التي يمكن أن يتخذها الجدل ما بين إيران والدول الغربية؟ هو الحديث الدائر الآن وأمامنا حوالي يومين فقط لبدء اجتماعات مجلس محافظي الوكالة يوم الخميس المقبل أي بعد غد، وهناك بيان من الوكالة مضمونة بأن الدول 35 الأعضاء في المجلس يناقشون البرنامج النووي الإيراني على ضوء قرارات مجلس الأمن الدولي، وهي قرارات 3737/2007 1797/2008 نعم، والقرار الأخير 1803، وهذه القرارات تدعو وليس ولا تطالب، تدعو إيران بوقف تخصيب اليورانيوم، تدعوها أيضا إلى الانضمام أو للتصديق على البروتوكول الإضافي. ما حدث في بروكسل ورددتهم إيران الحصول على تأكيدات وتضمينات من الدول الكبرى لضمان وصول اليورانيوم المخصب الذي سترسله لتخصيص الدول الأخرى والتي يعتقد بأنها روسيا. اتباعات مجلس المحافظين يتوقع أن تبارك أو أن تطالب الدول أو جميع الأطراف بما فيها إيران والدول الغربية بمواصلة المحادثات فيما يتعلق بالاقتراح الذي قدمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي طلب أو الذي يدعو إلى إرسال اليورانيوم المخصب الخليط تخصيب إلى روسيا وإعادة تخصيبه مرة أخرى إلى درجة 20% ثم إعادته إلى إيران مرة أخرى. ولكن طبعا سأعود إلى هذه النقطة وأتحدث عن تجربة إيران مع بعض الدول، التجربة المريرة، ولكن دعني استمع أيضا إلى وجهة نظر سيد مارستون. يعني لماذا لا يوافق أو توافق الدول الغربية على إعطاء إيران هذه الضمانات إذا كانت يعني هذه الدول لديها النوايا الحسنة؟ أولا هناك مغالطة في السؤال، يعني إيران دائما تحاول أن تصور هذه القضية كأنها مواجهة بين الحكومة الإيرانية والدول الغربية معينة، هذا خطأ. المشكلة هي بين إيران
والوكالة الدولية للطاقة الذرية وفشل إيران المتكرر لتوفير الضمانات والتعاون الضرورية في هذا الخصوص مثل ما يعمل أغلبية دول العالم. لكن للأسباب التي أنا فسرتها لكم، إيران لم تتعاون بشكل كافي، هي لم تستجيب للأسئلة المتكررة في هذا الخصوص، ولهذا السبب من الصعب إن طيب سيد مارستون، يعني أريد أن أسأل هنا، إذا لم تتعاطى إيران ولم تجب على هذه الأسئلة، ومن جهة أخرى من الذي اليوم يريد ضمانات؟ إيران تريد ضمانات، ولكن ما جواب الغرب على المطالب الإيرانية والعربية بإخضاع مفاعل ديمونة الإسرائيلي للرقابة الدولية؟ من وجهة نظر الحكومة البريطانية، هناك ضرورة للتعامل مع جميع الأسلحة النووية في العالم، وهذا يشمل الأسلحة البريطانية والأسلحة في دول غربية أخرى مثل الولايات المتحدة. لهذا السبب هناك ضرورة للتعاون والشفافية في هذا الخصوص من أجل تخفيض عدم الرؤوس النووي في العالم تجاه هدف التخلي الكامل عن مثل هذه الأسلحة الفظيعة. في هذا المنطلق نحن نطلب من إسرائيل، باكستان والهند، إن كل هذه الدول تمضي المعاهدة لعدم انتشار الأسلحة النووية كدول لا تمتلك الأسلحة النووية. وبريطانيا أثارت هذه القضية مع إسرائيل أكثر من مرة، خصوصا من خلال الأسابيع الأخيرة. نعم، أشكرك من لندن المتحدث باسم الخارجية البريطانية باري مارستون على هذه المشاركة. سيد أمير الموسوي، يعني كيف تقرأ هذه المعادلة؟ يعني هذه كلمات إنشائية في الحقيقة، وليست لها أي أثر. ما هي الممارسات التي مارستها الحكومة البريطانية ضد الكيان الصهيوني في سبيل فسحه للمفتشين الدوليين لأن يزوروا مواقعه النووية؟ وماذا مارسوا من ضغوطات دولية عبر مجلس الأمن ضد إسرائيل؟ إلى الآن لا نرى أي ممارسة ضد الكيان الصهيوني في هذا الاتجاه، بينما يعاقب إيران على نواياها وعلى برنامجها السلمي الذي اعترفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسلمية البرنامج وبتعاون